خطأ يا أخي. مبزح شنو يقال؟ عوذ بالله. نسأل الله العافية. تفضل. تعليق على أبو أو امتداد لكلام أبو عبد الرحمن، كلام طيب عن شهر محرم، والحديث عنه جميل حقيقة، لأن السنة انتهت بشهر الله المحرم وبدأت بشهر محرم، وهذا في إشارة لنا أن نعظم يعني ما عظمه الله سبحانه وتعالى. فالله أقسم بالزمان وأقسم بالعصر وأقسم بالشمس وأقسم بالقمر وأقسم بالليالي وأقسم بأشياء كثيرة جدا، وجعل سبحان الله هذه الأشهر في تعاقبها جعلها خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فحياتك كلها لله عبادة، لكن لما تبدأ بتعظيم هذا الشهر وتعظيم الله سبحانه وتعالى والمسارعة في الخيرات، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الأشهر اللي يصومه بعد رمضان شهر الله المحرم. فهي طاعة أنك تبدأ بعبادة مثل عبادة الصيام، فيها تعويد النفس أيضا، يعني لما ينتهي محرم فيه عاشورة وفيها الأيام البيض، فيها مثلا ثلاث أيام من كل شهر، تصوم أغلب الأيام، تصوم أقل ما فيها أنك تصوم عاشورة أقل شيء يعني، وفيها فضل عظيم يعني. بعدين تتعود، خلاص تتعود على الصيام، تتعود على الطاعة على العبادة، يجيك شهر صفر، ربيع أول ربيع ثاني، وهكذا تكون حياتك كلها لله. هذه مواسم يا أخوي. نعم. ما تفوتك مواسم الخير، يضاعف فيها يضاعف فيها الأجر، يضاعف فيها العمل. ومثل ما ذكر الشيخ أنه تعظم السيئة، السيئة تعظم لأن الله عظمها. فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث خير الليل وخير الأشهر، فقال خير الليل جوفه، جوف الليل، وخير الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم. شهر الله المحرم. فالأشهر الحرم طبعا هي ثلاثة متتاليات، اللي هي ذو الحجة، ذو القعدة، وذو الحجة ومحرم، ثم مضر شهر رجب. هذه أربعة أشهر، لكن لا يعني أن الإنسان يتوقف عن الخير ويتوقف عن الطاعة وعن البذل وعن الإحسان. الله سبحانه وتعالى خلق الموت وخلق الحياة، الحياة اللي الأشهر كلها الزمان يعني. وكذلك ورد يعني في يعني بعض الأمور اللي تبين أن حياته كلها لله، مثل الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. هذا هو الشاهد، المحيا مو فقط الأشهر الحرم، لا، المحيا اللي هي الأشهر كلها تكون كلها لله. ولكن النفس أحيانا تضعف، فيها إقبال وفيها إدبار وفيها تقدم وفيها تأخر، لذلك لمن شاء أن يتقدم أو يتأخر. الواحد طبيعي أنه بيرجع شوي ويتقهقر ويتأخر ويسوف ويأخر، ولكن تجيك هالمواسم مثل ما ذكر أبو صالح الله يحفظه ويحفظ الجميع، تدفعك، تعطيك دفعة أقوى. وهكذا أتبع الحسنة تمحها، يعني أتبع الحسنة تمحها، ما انتهي رمضان يجيك أتبع السيئات الحسنة تمحها. نعم، أتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم، فيجيك مثلا موسم رمضان، بعدها صيام شوال، بعدها ذو الحجة موسم الحج، وهكذا حياتنا كلها نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى.